فجر التاريخ وعبر مختلف العصور، أدرك الإنسان أهمية التواصل بشتى الطرق. ومع مرور الزمن والتقدم التكنولوجي المتلاحق وتطور علم الاتصالات بوتيرة سريعة، أدت إلى الاتصال بين قارات العالم المختلفة بشتى الطرق المرئية والمسموعة عن طريق أجهزة متناهية في الصغر. وتزامناً مع ثورات الاتصالات، أدركت القيادة السياسية أهمية اللحاق بركب التكنولوجيا العالمية. أولت مصر اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حرصت في رؤيتها في هذا المجال على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات وإقامة المدن الذكية وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي. فكانت الإجراءات السريعة والغير مسبوقة لامتلاك مصر لأحدث منظومة اتصالات فضائية، حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال لامتلاك قمر صناعي يلبي احتياجات مصر في تكنولوجيا الاتصالات. ودارت عجلة تصنيع واختبار القمر الصناعي المصري طيبة واحد، ليتم إطلاقه في 26 من نوفمبر 2019، وكذا تشغيله والتحكم فيه بأياد مصرية خالصة. وتنقسم الخدمات التي يقدمها القمر الصناعي المصري طيبة واحد إلى خدمات للقطاع الحكومي، حيث يعمل لصالح كافة وزارات وأجهزة الدولة لتحقيق الشمولية في الاتصالات، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الاتصالات للبعثات المصرية في الخارج. كما يتم تحقيق مميزات في مجالات الاتصالات لصالح قطاع البترول والتعدين وقطاع التعليم والصحة، وتقديم الخدمة للعناصر الأمنية والمنافذ الحدودية والمياه الاقتصادية والمجال الجوي، وكذلك تقديم خدمة الاتصالات لصالح تأمين قناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم. كما يقدم خدمات الاتصالات للقطاع المدني عبر توفير الإنترنت الفضائي داخل كافة حدود مصر وأجزاء كبيرة من دول أفريقية وآسيوية، مما يؤدي إلى تقوية وترسيخ علاقات مصر بهذه الدول. مشروع عملاق كان وراءه نخبة من الكوادر المصرية المدربين والمؤهلين على أعلى مستوى بالخارج، ليتحملوا مسؤولية التشغيل والتحكم بكفاءة عالية. واستكمالاً لمسيرة التطور التكنولوجي في علم الاتصالات والتحول الرقمي للدولة المصرية، جاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في 5 يوليو 2020 على غرار دول العالم المتقدمة. ويأتي الهدف من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الآتي: توحيد شبكة الاتصالات المنفصلة لكل جهة في شبكة موحدة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالطوارئ والسلامة العامة لتلقي بلاغات الطوارئ للمواطنين. الإدارة المثلى للمخاطر والطوارئ من خلال إتاحة كافة البيانات والمعلومات الدقيقة لدعم متخذي القرار على كافة المستويات، تقليص زمن الاستجابة للحدث وفقا للمقاييس العالمية لتحقيق سرعة رد الفعل وخفض وتقليل الخسائر، تقديم خدمات الاتصالات المؤمنة والتطبيقات الحديثة المتكاملة مع الأنظمة الخاصة بكل وزارة في إطار التحول الرقمي الآمن. وقد أتاحت الدولة كافة الإمكانيات المالية لإنشاء تلك الشبكة لتضاهي في بنائها مثيلتها من الشبكات على مستوى الدول المتقدمة. وبأياد مصرية خالصة تم تصميم وبناء الشبكة ليتم إدارتها وتشغيلها بعقول أبناء مصر، لتصبح بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة من خلال توفير كافة خدمات الاتصالات، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الحدث وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ.
وتتكون الشبكة من مركز التحكم الرئيسي، وقد أنشئ في وقت قياسي بهدف تحقيق الربط الكامل والسيطرة المستمرة بينه وبين كافة المراكز الفرعية بالمحافظات. ويحتوي على السنترال الرئيسية للشبكة والخوادم الخاصة بالخدمات والتطبيقات، وكذا معدات الربط الداخلي. كما يتم في مركز التحكم الرئيسي للشبكة وضع الخطط اللازمة لتشغيل المنظومة ومتابعة تنفيذها، مع استمرار متابعة الحالة الفنية للشبكة وتشغيل جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بالشبكة. كما زودت الشبكة بمركز تحكم وسيطرة متحرك لاستخدامه أثناء الطوارئ والأزمات. بهنيكم على الشبكة اللي اتعملت ديت، وده دي نقلة حقيقية في قدرتنا على ان احنا كدولة نبقى شايفين كويس أوضاع على الأرض وأجهزة كل محافظة وحتى مع أجهزة الدولة بالكامل. هذا بالإضافة إلى مركز سيطرة متكامل بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة. وعدد من مراكز السيطرة بالمحافظات. وهكذا تمضي مصر في طريقها لتحقيق رؤيتها المستدامة 2030. بخطى وثقة تسابق الزمن، وبأياد مصرية وفقا لرؤية حكيمة من القيادة السياسية التي آلت على نفسها إلا أن تنعم مصر وأهلها بحياة كريمة.